تعالى نشوف لحظة الوداع، لأنه هي كمان على قدر ما كانت دراما، لكن اللعيبة نفسها يعني اللعيبة بوظتها. تعالى نشوف ونشوف اللعيبة بوظتها إزاي. يلا بينا تعالى. النادي ده يا جماعة فعلا يستاهل إن احنا نتعب علشانه ونشقى علشانه وإن احنا نجتهد ونعمل كل حاجة علشانه. إن شاء الله الفترة اللي جاية دي تفضلوا مكملين في الإنجازات اللي حصل الفترة اللي فاتت. وبشكر الشناوي. الشناوي كان الفترة اللي فاتت يعني كانت صعبة وكلمنا كتير، لكن يعني الحمد لله الخير في مختار الله. وبشكر كل زمايلي القدام، يعني وليد سليمان رفيق الكفاح 12 سنة دلوقتي مع بعض، فبشكره بقول له افتقدك يا وليد، ان شاء الله الفترة اللي جاية تبقى كلها خير. ورامي وايمن المجموعة القديمة هاني، فبشكركم كلكم وبتمنى ان شاء الله الفترة الجاية التوفيق. وبعتذر لو انا كنت بس غصبا عني، الموضوع بالنسبة لي صعب شوية، فان شاء الله الفترة الجاية كلها تبقى خير لينا كلنا ان شاء الله. وبقول للشناوي خلي بالك من طاهر وربنا يكرمنا ان شاء الله باللي جاي رجالة، ويفضل النادي الاهلي رقم واحد. الف شكر رجالة. طيب قطعنا لك. والله محترم يا كابتن. شكرا. خلي بالك من طاهر، ما بقولش انه خلي بالك من طاهر، وكل كوم انت بتقول لي وطاهر كوم. طاهر كان جاي جديد. كان لسه جاي. وطاهر شخصيته قريبه من شخصيه النادي الاهلي. صحيح. ملتزم بتاع تمرين. حتى يعني في ناس كتير كانت بتقعد يعني تنتقدنا عشان بشكر فيه وبقول ان هو عنده حاجات كتير يقدمها للنادي الاهلي. فانا دايما كنت بقول للشناوي خلي بالك منه، لان هو لسه جاي جديد. وطاهر متربي وابن ناس، فمالوش في جو لعبه الكوره قوي يعني. وفرنساوي وبتاع وباتيه وفرنساوي كويس ولعيبه الكوره كويسين برضه. كلهم متربيين يا عم ولاد. لا لا بس انت عارف ايه. يعني هو النادي الاهلي اجواءه الضغط على طول 100% والتمرين. فقلت له خلي بالك منه عشان طاهر هيبقى حاجه كويسه في النادي. وبقى حاجه كويسه. فطاهر ما كنتش انا كنت متبنيه ساعتها، فما كنتش متخيل ان هو هيضحك معاهم يعني. ضحك. ضحك. فالضربه جات لي من الناس اللي انا ووليد. انا لسه وليد. وليد. عمال هو بيقول لي ما كنتش متخيل ان انت هتتاثر وكده يعني وبتاع. قلت له وليد ما هو طبيعي الواحد كل اللي مشوا من النادي اتاثروا. طبعا انت يا وليد قلبك جاحد يعني. لازم وليد قريب ليك قوي. وليد قريب مني، من اكتر ناس قريبه مني اخويا يعني. وليد والشناوي من اكتر ناس قريبه مني، وعلى تواصل مع بعض على طول، واستشير بعض في قرارات كتير وفي مواقف كتير يعني. مكانتك في قلوب جماهير الاهلاويه زي ما هي الحمد لله يعني، بتغيب بتروح بتتنقل، لكن الناس بتحس انه ده ابن النادي الاهلي، على الرغم ان الماتشات قدام النادي الاهلي بتلعب بقوه وبتلعب بجديه، احيانا بتكون غير موفق. ده طبعا وضع طبيعي جدا طبعًا. في كره القدم. يا ترى لما بتيجي تحسبها يعني، هو ليه الجمهور حابب سعد سمير لحد دلوقتي بنفس الطريقه ونفس مقدار الحب زي ما هو؟ والله يا كابتن انا يعني وانا خرجت من النادي قلت جمله، قلت اللي بيزرع خير، اي حد بيزرع خير هيحصد خير. ده صحيح. يعني انت بتزرع محبه واحترام وتقدير للمكان. ربنا هو اعلم بالقلوب، بقلب كل واحد ايه اللي جواه يعني، وهو بيقول الكلام ده بجد ولا بيمثل ولا بيشتغل الناس ولا الدنيا راح فين وجايه منين. فالحمد لله الناس عارفه شخصيتك وعارفه ان انت مش مصطنع. لا وانت دايما الناس حاسه لما بتيجي تتكلم بتشيد بفضل النادي الاهلي عليك بعد ربنا سبحانه وتعالى، وانك الناس بتحس انك يعني من الطين ده، من الارض دي، الطيبه والجدعنه والاخلاص والروح، الحاجات الجميله الناس بتحبها في لعيبه النادي الاهلي او في البني ادم بشكل عام يعني. طبعا ما هو اي حد يا كابتن شاف خير او اتقدر في اي مكان ما ينفعش ينكره، مش شرط يعني مش شرط في النادي او لا في اي مكان. لازم لما يكون في خير وناس عملت معاهم تاريخ ونادي عملت معاه اسم ونادي كبرك ونادي كان له فضل عليك فعلا، دي حقيقه، مش حاجه انت بتقولها بتشكر في النادي بزياده، لا هو ده واقع وده حقيقي يعني. دم سعد في رقبه مين؟ كان عنوان شهير او منشط كبير في مجله الاهلي، فاكره؟ بعد ماتش اللي انا اتخبطت فيه في مباراه الكاس. ده المباراه اللي خسرناها؟ المباراه خسرناها يعني. هي كوره يعني احنا رجعنا بالزمن قوي يعني. كوره كانت تستحق الطرد في الوقت ده، وكان على اثارها كانت عملت لي اصابه قويه شويه في عيني، وكانت ممكن ما اتحسبتش فاول باين. لا تقريبا كان فيها انذار بس. لكن هي طبعا كان ضرب من غير كوره. يعني الموقف كان صعب شويه، لكن الحمد لله تجاوزناه وعدى، وربنا كرمنا بعد كده.